مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة جدا من برنامج ابن مصر. جفاء العرب اليوم للقراءة وتأخرهم في البحث العلمي لا يسر عدوا ولا يسعد صديق. لا نعتبر من تاريخنا أيام كان مشرفا وعظيما، تنكرنا للآداب والعلوم والفنون بعدما أصبحنا مقلدين لمن أوصلنا لهم الطب والحساب والجبر والفلك والجراحة. فرطنا في الأسس الإنسانية الكبرى التي انطلقنا منها إلى العالم، فرطنا في إهمال العقل حتى أرهقنا الجمود، وحالنا اليوم على ثقل الحمل وطول الطريق مجرد كبوة جواد عربي ما فتئ ينهض مستأنفا حضارة تخبو لكنها لا تموت. داخل هذه الواقعية المفرطة جئنا إلى هنا لنبحث عن بصيص من الأمل. جئنا هنا إلى جامعة الشرق، بيت خبرة العرب، تلك الأكاديمية التي نجحت في ترسيخ سمعة لنفسها كأفضل أحد الجامعات المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واستطاعت أن تبحر في أعماق العلم والمعرفة لتفيض على الآلاف من خريجيها من شتى أنحاء الوطن العربي بأحدث الوسائل والتكنولوجيا. استطاعت مصر في زمن من الزمانات أن تنشئ قناة في الجغرافيا لربط مصر بالعالم، هي قناة السويس، واستطاعت أيضا أن تنشئ قناة لربط مصر بنفسها ثقافيا وفكريا وتاريخيا، هي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ابن مصر في هذه الحلقة هو شخصية مضروبة في سبعة. هو واحد من أبناء مصر الشرفاء، عالم مصري جليل، وواحد من أبناء المؤسسة العسكرية. هو لواء وضابط ومهندس وعالم، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة جورج بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو مجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية التي تقع في مالمو السويد وهي تابعة للمنظمة البحرية الدولية. شخصية عربية ليس مجرد رجل دبلوماسي أو ذو قيمة وقامة رفيعة المستوى، لكنه رجل صاحب قضية. قضيته هي التعليم والبحث العلمي. قضيته هي أننا إزاي يبقى عندنا خريج قادر وجاهز لسوق العمل، وقلما أن تجد رجل يعمل بهذا الإخلاص. في هذه الحلقة من برنامج ابن مصر ضيف الحلقة هو معالي اللواء الأستاذ الدكتور مهندس إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أهلا بحضرتك معالي الدكتور. أهلا بحضرتك وشكرا جزيلا على هذه المقدمة، يعني حقيقي يعني أنا لا أستحق كثيرا مما قلت، يعني أنا حضرتك لديك يعني الكثير لتتواضع به، ولكن أنا بسألك في بداية هذا اللقاء، أيهما أمتع للدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أم الأستاذ الذي يقف في الجامعة بين تلاميذه يدرس لهم الهندسة والحاسبات؟ طبعا يعني هي المتعة الحقيقية الواحد بيشوفها في الخريجين أو الطلاب اللي أنا يعني بننجح في تعليمهم تعليم متميز، هو دي المتعة الحقيقية. فحقيقي الواحد طول عمري وأنا في قاعة المحاضرة بشعر بسعادة بالغة، بستمتع فعلا وأنا بدرس للطلبة، ودي كانت يعني حاجة كنت دايما أحمد ربنا عليها، إن أنا يعني ربنا وهبني من القدرة على توصيل المعلومة، وإن أنا أقدر يكون في تواصل قوي بيني وبين أبنائي اللي بدرس لهم، واستمر هذا التواصل حتى وأنا يعني مديرا لكلية الفنية العسكرية، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أنا يعني أسعد اللحظات اللي بمر بيها في حياتي فعلا لما بكون في وسط أبنائي الطلبة،
بطمن عليهم وبطمن عليهم وبشوف فيهم الأمل اللي أنا يعني بستناه عشان نقدر نطلع من الكبوة اللي حياتك تفضلت وأشرت إليها في تقديمك. نعم. للي فأنا متعتي الحقيقة فعلا إن إحنا نستطيع أن ننجز ما يعني ما نكلف به من مهام. من هو الفريق محمد إبراهيم سليم في حياتك؟ رحمة الله عليه. الفريق محمد إبراهيم حسن سليم، مدير الكلية الفنية العسكرية، مؤسس الكلية الفنية العسكرية. هذا الرجل فعلا يعني أنا بعتقد لكثيرين هو نموذج كلنا بنقتدي به، وفعلا مهما تفانينا في عملنا بنحس فعلا أن هذا الإنسان كان فعلا نموذجا يحتذى. هذا الرجل أسس الكلية الفنية العسكرية، استطاع أن يغرس فينا حب الوطن، استطاع أن يغرس فينا حب العلم، ادانا نموذج للتفاني والإخلاص في أداء العمل. فريق إبراهيم سليم أنا يعني شفته وأنا طالب في الكلية الفنية العسكرية لما التحقت في أكتوبر 73 بالكلية الفنية العسكرية، كان فعلا بيحط فينا الروح، بيحاول يعني يوصل لنا رسالة ان احنا لابد ان احنا نكون منتجين للعلم والمعرفة. لكن سعادة الفريق كان هو الملهم في حياتك؟ اعتقد يعني الى حد بعيد الفريق إبراهيم سليم اثر فيا كثيرا جدا. نعم. جدا، والواحد يعني خد منه كتير وتعلمت منه كتير. نعم. جايز ما جاتش فرصة ان انا اتلمز عليه بشكل مباشر، لكن دايما كان ليا قدوة. يعني حدائق القبة الى المالمو السويد والولايات المتحدة الامريكية، الانتقال من المحلية الى الاقليمية الى العالمية، رحلة طويلة جدا. المتعة في الرحلة ولا في الوصول؟ لازم نبقى عارفين ان مشوار اي انسان هو مراحل. نعم. فالمتعة فعلا في انك تنجز كل مرحلة على اكمل وجه قدر ما استطعت. نعم. في الحالة دي فعلا دايما حاسس بسعادة الانجاز، وحاسس بالمحصلة الايجابية اللي انت بتحصل عليها. فهي فعلا لازم يكون محطات، وفي نهاية كل محطة بتقف وتقيم وتشوف ايه اللي اتعمل وتجهز نفسك للمرحلة اللي بعدها. كان ايه امتع المحطات واكثرها سعادة في حياتك؟ أنا الحمد لله رب العالمين أعتقد يعني إلى حد كبير كنت موفق من عند ربنا سبحانه وتعالى في معظم محطات حياتي، فأنا سعيد بكل مرحلة قضيتها في حياتي، حتى المراحل اللي كانت صعبة أو كانت فيها نوع من يعني القسوة في بعض الأحيان، لكن في الآخر يعني بحس إن أنا جايز اتعلمت كتير في المرحلة دي وفادتني اكتر في حياتي. نعم. واستطعت ان ابني عليها المرحلة التالية. هناك مجتمع مشجع للعلم وهناك مجتمع اخر غير مشجع للعلم، ازاي ده يا دكتور؟ بالتأكيد في مجتمعات مشجعة للعلم لو اللي هي بتوفر فيها كل العناصر التي تعين على ذلك. العناصر مختلفة، يعني انا بعتبر دايما العنصر البشري هو احد اهم عناصر منظومة التعلم والعلم. عشان كده انا يعني دايما بقول بناء الانسان هو لازم يكون في المرحلة الاولى دايما هو الاولوية. انا فاكر لحضرتك تصريح قلت انه بناء البشر هو الطريق المباشر للوصول للريادة. قد ايه عبقرية هذه الجملة؟ تأكيد يعني هو الإنسان، هو البشر، بناء الإنسان. ويعني أنا فعلا ده الإيمان، ودي القضية اللي أنا دايما حظل مدافعا عنها، إن فعلا هو بناء الإنسان هو ده المفروض يكون الأولوية رقم واحد لنا في حياتنا، خصوصا لو نتكلم على مصر وعلى الدول العربية. نعم. لأن عندنا القوى البشرية، وأعتقد العنصر البشري اللي عندنا متميز وكويس. نعم. وواعد. نعم. لو فعلا احسننا اعداده، واحنا شفنا في كل انجازات اللي بنحققها بيحققها الانسان المصري.
كل المحطات الصعبة في حياتنا كان الإنسان المصري هو يعني الفيصل. نعم. في كل مرحلة. لكن في مرة من المرات وقف يوسف إدريس وكرم مطاوع على خشبة المسرح وقال أنه المخرج يود أن يكون مؤلفا والمؤلف في أعماق أعماله يود أن يكون مخرجا، لكن المؤلف معتز بما قدم من محتوى والمخرج معتز بما قدم من فهم للمحتوى. كان حابب يوصل رسالة للناس أنه الفن ليس فرديا، الفن جماعي. هل هناك فردية في العلم؟ لا أعتقد. نعم. جماعي بالتأكيد. نعم. لا يعني إحنا كلنا لازم نكون يعني بنتكامل مع بعض، ببني أي عمل على أي عمل، أي بحث علمي على ما أنجزه الآخرون. نعم. لا يمكن يكون ببدأ من نقطة صفر أو ببدأ من فراغ، لابد أن أبني ولابد أن يعني أن أتعاون مع زملائي، لابد أن أتعاون، تلامذتي نفسهم بيضيفوا لي كتير في كل أعمالي العلمية، حتى كان لازم يكون في معايا فريق عمل. نعم. لا يمكن إلا أن يكون فريق عمل. لو أنا باحث علمي وحبيت أخذ رأي الدكتور إسماعيل عبد الغفار، حضرتك تنصحني أيهما أفضل، الحصول على الدكتوراه أم النجاح في بحث علمي تطبيقي؟ هما الاثنين مطلوبين. تمام. النجاح في بحث علمي تطبيقي ده لابد أن يكون يعني فعلا هدف لينا كلنا، ولابد أن بحثنا حتى البحوث اللي هي العلمية اللي لابد أن يكون لها هدف تطبيقي وتحاول أن توظف في هدف تطبيقي حتى ولو بعد حين. لكن الحصول على الدكتوراه نفسها هي نفسها ما هي مبنية على أبحاث علمية. نعم. لابد أن يكون هناك أبحاث علمية وبناء عليها بتحصل على الدرجة العلمية. احنا حتى في يعني نهج لينا دلوقتي في الأكاديمية، أي دارس قبل ما يتقدم للحصول على شهادة الماجستير مش حتى الدكتوراه، لابد من أنه هو يقوم بنشر أبحاث علمية في مؤتمرات أو في مجلات علمية ذات تقدير وذات نعم. قيمة معينة. لكن نحن في مصر لدينا الآلاف المؤلفة من الأبحاث العلمية، لكن للأسف الكثير منها حبيس أدراج المكاتب، يعني قلما أن تجد هنالك بحثا علميا بيعالج مشكلة آنية. يعني وأنا مع حضرتك قبل ما ندخل لهذا الحوار كان في مجموعة من الشباب من أبناء الأكاديمية نجحوا في أنهم يعملوا قمر صناعي ووصلوا إلى ناسا، وهذه تجربة فريدة. شباب آخرين في الفورمولا في أخذوا مركز متقدم في على مستوى العالم. فهناك بيئة خصبة في الأكاديمية بتشجع أنه يبقى في النوعية دي من الطلاب. إحنا في الأكاديمية يعني اشتغلنا على المفهوم دوت، واشتغلنا على مفهوم ريادة الأعمال. نعم. واشتغلنا على مفهوم تشجيع الطلبة على البحث العلمي. يعني احنا في طلبة ان شاء الله خلال شهر اكتوبر مسافرين اليابان، مشاركين في اكبر مؤتمر دولي في العلوم البحرية في طوكيو، ومسافرين مقدمين مقالة برضو من مجموعة من الطلبة، برضو ما هوش عمل فردي، عمل جماعي. نعم. فاحنا بنشتغل على الطالب فعلا، بنحاول نرسخ فيه دلوقتي مفهوم البحث والبحث التطبيقي، كيف يمكن يكون عنده فكرة، ازاي يبتدي يحولها الى مشروع ناجح بنتبناه، بندعمه علميا معمليا ماديا، بنشجعه وبنصفره على حساب الأكاديمية لمكان المسابقة. ودايما حقيقي يعني انا ببقى فخور بيهم لانهم دايما بيشرفونا وبيشرفوا مصر وبيشرفوا الأكاديمية، وبيروحوا هناك وبيثبتوا فعلا ان هم كانوا على قدر المسؤولية وقدروا فعلا يوصلوا لأهدافهم بشكل مرضي وبشكل كبير، وده بيخلق فيهم يعني ثقافة الإبداع وثقافة الـ يعني بتحفزهم، وهم فعلا بيبقوا عند قد المسؤولية وبيقدروا فعلا يطلعوا بمخرج متميز. دكتور إسماعيل، حضرتك بتتكلم عن البعثات، بتتكلم عن التخصصات المختلفة داخل الأكاديمية، لعل آخرها أنه حضرتك يعني كان هناك فصل جديد في كتاب النجاح للأكاديمية كلية الآثار والتراث الحضاري، وكان عبقرية مكانها في مدينة أسوان. حضرتك بتغرد منفردا يا دكتور إسماعيل في قصة أن يكون لدينا خريج جاهز لسوق العمل. لو افترضنا أنه حضرتك بتكتب روشتة للمسؤولين عن التعليم والبحث العلمي في مصر،
وتقول لهم إيه علشان يبقى عندنا شباب جاهز لسوق العمل؟ هو طبعا يعني أنا أعتقد الجامعة أحد أهم وظائفها هي فعلا الخريج الجاهز لسوق العمل. نعم. أنا ضد فكرة إن احنا ناخد الخريج بعد ما يتخرج ونبتدي نعد أو نعده أو نؤهله لسوق العمل. لأن دي وظيفة رئيسية لينا في الجامعة. احنا في الجامعة لازم نكون يعني عينينا على احتياجات السوق باستمرار. نعم. عندنا مناهج علمية طبقا للاعتمادات الدولية والمجلس الأعلى للجامعات المصري عشان نقدم تعليم بشكل جيد وبشكل منضبط طبقا للمعايير الدولية والمحلية والعالمية، لكن في نفس الوقت احنا لازم ندي الطالب مساحة في دراسته لان هو فعلا يبتدي يبقى عنده مهارات وياخد فرصة للتطبيقات اللي هي محتاج عشان يطبق فيها ما تعلمه. نعم. احنا مجرد المحاضرة او مجرد التعليم النظري ده شيء مش مظبوط. احنا لازم ندي الطالب، مش لازم ندي الطالب عدد ساعات يبقى كل يوم عنده محاضرات من بداية اليوم لنهاية اليوم، حتى لو كان ده فانت لازم تديله فرصة ان هو يعمل دراسات تطبيقية. انا بشوف طلبة الاقسام المختلفة عندنا ممكن تلاقيه فعلا بيسهر وبيبذل مجهود كبير جدا بس في مشروع تطبيقي. نعم. وبنحاول فعلا يعني في كلية الآثار احنا وباقي الكليات. ليه بالتحديد أسوان يعني عاصمة للكلية؟ يعني ما هو يعني اعتقد كان اختيار منطقي وموفق. يعني يعني ان احنا لما نيجي نعمل كلية الآثار لازم اعملها في يعني هي أسوان دي، يعني الواحد بيروح هناك. انا يعني حقيقي عندي يعني بلدي بشوف فيها امكانيات غير مسبوقة. الواحد انا رحت دول زرت دول كتير على في العالم وطبيعة عملي خلتني اتحرك كرئيس الاكاديمية العربية لمتروجي نقل البحث، لكن حقيقي الواحد بيشوف اماكن عندنا في مصر، اماكن عندنا يعني في كل مكان بتروحه في مصر تكتشف عبقرية. فاحنا عندنا في الاسوان في عندنا المعابد وفي عندنا النيل وفي عندنا النوبة وفي عندنا، فكان لازم كلية الآثار. يعني هناك تخطيط جيد أنه عندما تكون هناك كلية أو تخصص ما أنه يبقى في مكان عبقري. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. لكن لو افترضنا أنه حضرتك بتمتلك ميزانية التعليم والبحث العلمي في مصر هي تحت تصرف الدكتور إسماعيل عبد الغفار، حضرتك هتوزع الموارد المالية لديك على كل الجامعات المصرية بالتساوي ولا هتفضل جامعة أو جامعتين يبقوا مراكز تفوق علمي؟ إحنا عندنا نموذج في الأكاديمية، أنا بحاول أتمنى يعني إن هو ده يكون نموذج هو المطبق في الجامعات المصرية. نعم. إحنا الأكاديمية نموذج للتعليم اللي بيعتمد على التمويل الذاتي. نعم. سيلف فاينانس. بالضبط كده سيلف فاينانس. فالتمويل الذاتي ده لازم يكون نموذج كلنا نعمل على تطبيقه. التمويل الذاتي مهم جدا لانك دايما حريص على انك توظف كل ما لديك من اجل انك فعلا تكون عندك موارد وفوائد تقدر تطور بيها ذاتك. انا هقول لحياتك حاجة، احنا في الاكاديمية العربية انا النهاردة عندنا اكتر من 260 مبعوث لدراسة دكتوراه من الاكاديمية لكافة جامعات العالم. دول ابتعاث كامل من الاكاديمية. فالأكاديمية الميزة فيها عندها أعضاء هيئة التدريس دلوقتي في المرحلة الحالية أعتقد في منتهى القوة. نعم. الإمكانيات اللي عندنا وزعناها برضو على البنية التحتية، عندنا إنفراستراكشر قوي جدا في كل مكان في الأكاديمية، سواء في المعلومات في الشبكات الحواسب، في فعندنا معامل، عندنا محاكيات، عندنا فإحنا في الأكاديمية بنموذج التمويل الذاتي. انا عايز اقول لحياتك ورش الهندسة بتاعة الاكاديمية بتستخدم في تصنيع ما نحتاجه داخل الاكاديمية. نعم. يعني حتى جزء من الكبير من الاساس اللي موجود في مكتبي بيبقى مصنع في مجمع خدمة الصناعة اللي هو اساسا قائم على الورش. نعم. التعليمية. نعم. فهو احنا لازم برضو ايه يعني الميزانيات لازم توزع على مصر دولة كبيرة، مصر يعني 100 مليون، مصر مساحة كبيرة، مصر إمكانياتها كبيرة، كل جامعة لازم تخدم المجتمع اللي هي فيه، لازم تبتدي تشوف وسيلة إنها
تبتدي تاخد التمويل من الدوله في لحظه من اللحظات، نعم. لكن لازم تبتدي تفكر ازاي تعتمد على التمويل الذاتي، ازاي تجيب موارد، ازاي، نعم. تعلم صح، نعم. ازاي تطلع منتج تقدر تقدمه للسوق عشان خاطر تنافس السوق. حضرتك قلت الجامعه تخدم المجتمع اللي حواليها، تأكيد. انطلاقا من مبدا جامعه المجتمع ومجتمع الجامعه، سوف نبارك لك ونتحدث عن الفرع الجديد للاكاديميه البحريه بمدينة العالمين الجديدة، وهو أول فرع يبدأ في التدريس، ولكن بعد هذا الفصل. دي رسالة للشباب المصري اللي بيفكر أول ما بيخرج من الجامعة أنه يشتغل في مكان وياخد مرتب برقم معين. حضرتك تقول له إيه لما بيتفاجئ بسوق العمل فما بيلاقيش المرتب اللي هو بيبحث عنه؟ هو يعني بنجاحه وبتميزه هيلاقي فرصة العمل بالرقم اللي بيبحث عنه، ومش لازم كلنا نطلع نكون بندور على فرصة عمل. أنا بتمنى برضو في الجامعات كلنا نبتدي نشتغل على إن ياريت كل نخرج من الجامعات عندنا ناس عندها مشاريعها بالفعل، وأنا أعتقد إن احنا عندنا مجموعة من نماذج في الجامعات المصرية ومنها الأكاديمية بهذا الشكل. عايزين نشتغل على ده اكتر، عايزين نخلي بدل ما نطلع كلنا يعني باحثين عن العمل، ياريت يكون عندنا يعني فرص عمل لينا ولغيرنا كمان، نعم. وده اللي شغال عليه مركز رياده الاعمال، وانا ان شاء الله يعني في الجوله اللي هتمر فيها في الاكاديميه وفي الزيارات القادمه الاكاديميه هتشوف رواد الاعمال، وهتشوف شركات ناشئه، وهتشوف احتضان، وهتشوف المناخ اللي هو فعلا بيوفر للطالب البيئه المناسبه لان هو فعلا يكون عنده شركته. وانا امبارح في حفل التخرج كليه تكنولوجيا المصايد، نعم. يعملها كليه لسه صغيره وكليه جايز كتير ما بيحبوش يرغبوش لا يرغبون في الالتحاق بها، انما بالامس خريج من خريجين لم يتمكن من حضور حفل التخرج لانه حصل على فرصه ماجستير، لانه كان رائد اعمال في جامعه في اسبانيا، منحه كامله كشافه، يعني كشافه بتبحث عن المبدعين بالظبط كده. فهو احنا مش عايزين برضو نبص لها على انها برضو تفريغ للعقول ولا حاجه، لا، نعم. بالعكس، نعم. ما هو مصري وهيتنيه مصري وهيرجع لمصر على فكره برضو تاني، نعم. لان هو كان عنده فكره وعمل فعلا مشروع للاسماك من المخلفات الاسماك اللي كانت موجوده في حلقه السمك هنا في الاسكندريه، نعم. في الماكس. فهو الولد يعني نجح وخد فرصه للحصول على الماجستير وزاع كلمته لزمايله، كلمه الخريجين من اسبانيا بفيديو كونفرنس، يعني فده شيء عظيم. احنا لازم نشتغل على كده لان ولادنا فعلا ما هماش وحشين، شبابنا كويس، شبابنا بخير، بس عايز اللي يعتنيه ويديله الفرصه ويديله السكيلز والمهارات اللي تخليه يقدر يثبت نفسه. حضرتك يا دكتور اسماعيل وزنك كله تفاؤل، منين؟ انا بطبع متفائل، لأن يعني قول لنا على الوصفه. يعني الوصفه بسيطه، يعني هو العمل، هو الرؤية، هي التخطيط، هي الإصرار على النجاح، هي بذل المجهود، هي التفاني، هي الإخلاص. وأكيد هتلاقي دكتور اسماعيل حضرتك علاقتك إيه بالسوشيال ميديا؟ مش قوية. أنا بس قبل ما نختم هذا الجزء، لما أنا وصلت الأكاديمية وسألوني أشرب إيه قلت لهم قهوة مضبوطة، ولحد دلوقتي أنا مشربتش القهوة، لكن أنا بقول لحضرتك أنه هذا الحوار هو قهوتي في هذا الصباح، لقد شربت هذا الحوار. شكرا جزيلا سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وننتقل إلى المحور الأخير من هذه الحلقة من برنامج ابن مصر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم مجددا في هذه الحلقة الخاصة جدا من داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. احنا هنا في محاكاة لأنه هذا المكان بيؤمن بالتدريب والتأهيل قبل التمكين، لأنه التمكين بدون تدريب وتأهيل أحيانا بيتحول إلى توريط. النهاردة احنا مع معالي الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية. حضرتك اوصف لي جغرافيا المكان اللي احنا واقفين فيه. برحب بحضرتك في هذا المكان، وزي ما حضرتك اتفضلت وقلت المحاكاة، والمحاكاة في مجال النقل البحري في غاية الأهمية وغاية الخطورة، نعم. لان احنا بنعمل في مجال الخطأ فيه
مكلف بشكل غير عادي. نعم. وطبعا احنا مسؤولين عن سلامة البحار في بيئة نظيفة. فكل المحاكي اللي احنا فيه ده محاكي للمنصات يعني او الوحدات البحرية اللي بتعمل في المنصات البحرية الخاصة بالبترول والغاز. البترول والنفط. بالضبط كده. نعم. فهنا المحاكي دوت زي ما حضرتك شايف محاكي 360 درجة. محاكي بشراكة اجنبية. محاكي يعني بيجتمع فيه جنرال الكتريك وميرسك هنا في المكان دوت. دول اكبر شركتين. دول اكبر شركات عاملة في هذا. نعم. المكان المجال. حضرتك المحاكاة ممكن نشوف فيه تغير كل الظروف الجوية. نعم. اللي ممكن يكون فيها قائد الوحدات البحرية. نعم. او العاملين على الوحدات البحرية. نعم. برضو هنا في حاجة اسمها التوقيع الديناميكي او الديناميك بوزيشنينج، لان السفن لما بتقف جنب المنصات العاملة الموجودة في البحر لازم يقف جنبها بدون رباط حقيقي. نعم. فهنا بدي ده تكنولوجي عالي جدا وتقنيات عالية جدا ومعادلات رياضية بحيث ازاي السفينة تقف في مكانها الجي بي اس والحركة الامواج وحركة التيارات البحرية والرياح بحيث يحافظ على موقعه دوت في غاية من الدقة بحيث ما يحصلش لا قدر الله اي حاجة. الامن والسلامة يعني انا والسلامة. هذا المكان في بعض المحاكيات اللي بتتحدث عن الامن والسلامة، توفير السلامة لمن هم على متن سفينة في عمق البحر. كيف يحدث ذلك وآلياته؟ احنا هنا المحاكيات دي طبعا كلها كل التدريب اللي فيها وكل المناهج اللي فيها التدريبية والمهارات اللي فيها بيتم اعتمادها من ارقى هيئة او اكبر هيئات الاعتماد الدولي على مستوى العالم. عالمية. عالمية. نعم. طبعا ما هو احنا صناعة النقل البحري ليست صناعة محلية. نعم. انت حضرتك لو كنا في وقت التدريب لغير ولادنا اللي هم طلبوا في كلية النقل البحري كنا هنلاقي طلبة من كافة الجنسيات، ليست فقط العربية بل كافة الجنسيات العالمية. نعم. هتلاقي طلبة من كل او ضباط بحريين من كافة انحاء العالم. لكن هذه الكلية بتخرج ضباط بحريين. كلية احنا بنخرج الضباط البحريين فعلا سواء في المجال الملاحة البحرية او قيادة السفن. نعم. او اللي هم في مجال التكنولوجيا الهندسة البحرية. نعم. لكن برضو في صناعة النقل البحري التدريب مستمر. نعم. انت بتتخرج بتاخد الشهادة بتاخد اللايسنس او الرخصة، لابد بعد فترة من تجديد الرخصة. نعم. ما ينفعش انك تخدت الرخصة مرة تبقى صالحة طول العمر، لازم ليها فترة صلاحية، لازم ترجع تاني لك يعاد تأهيلك تاني في معهد دراسة تأهيلية وتدريبك مرة أخرى وتجلس الامتحان وتصدر الشهادة مرة أخرى. الخبرة الأجنبية يعني في مشروع الأنفاق في بورسعيد كان في نسبة 2% من العمالة الأجنبية بحكم أنهم مروا بتجارب من هذا النوع، هل في هذا المكان بنعطيهم من الخبرات الأجنبية؟ احنا الخبرات الأجنبية في الاعتمادات نفسها للمناهج اللي بندرسها للشهادات نفسها. نعم. لاعتماد الشهادات، إنما إحنا عندنا العنصر البحري القادر سواء في مجال الملاحة أو الهندسة البحرية. أنا يعني حضرتك لو شفت في كل مواني العالم وفي كل خطوط العالمية هتلاقي مصريين وعرب خريج الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري خريجين من هذا المكان هم العاملين. بالعكس. نعم. إحنا لنا ريادة وصدارة في هذا المجال بشكل كبير جدا. سعادة الدكتور، زمان وإحنا في المدرسة كنا لما نتكلم عن مشاكل العالم العربي فنحلم إن يبقى عندنا سوق عربية مشتركة. هل أنا منطقي لما أتكلم مع حضرتك عن أن يكون لدينا حلم تكتل بحري عربي؟ يعني حتى جبت موضوع في غاية الأهمية. نعم. أنا عايز أقول لحضرتك أن في الأكاديمية كل سنة بتستضيف اجتماع مجلس وزراء النقل العربي. نعم. في الجلسة الماضية بناء على مبادرة من اتحاد الملاحة العربية والأكاديمية تم فعلا الاتفاق كل معالي الوزراء على إقرار فعلا قيام إنشاء التكتل البحري العربي ويكون مقره التأسيسي في الأكاديمية. أكاديمية البحرية. في الأكاديمية عندنا هنا. نعم. وكنا يعني الأسبوع الماضي في لبنان مع برضو لأن احنا كلفنا ان احنا نعمل ندوات وورش عمل لإيصال هذا المفهوم، وعشان خاطر تبتدي لأن التكتل البحري العربي هيجي من خلال تكتلات بحرية وطنية ثم تتكامل مع بعضها لإنشاء التكتل البحر العربي. عظيم. موضوع في غاية الأهمية. نعم. على فكرة طبعا. عشان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق يعني التكامل وتحقيق الترابط العربي في. نعم. الحلم الكبير اللي هو السوق. نعم. العربية إن شاء الله.
تقريبا التجارة العالمية 90% منها نقل بحري على الأقل، وهذا موضوع في غاية الأهمية. لكن عندما يحصل الخريج على شهادة كلية النقل البحري، مستوى الفرص العمل اللي بيلاقيها بعد ما بيخرج من هذه الكلية؟ أنا بطمن حياتك، فرص العمل متاحة، بس متاحة للمتميز، لأن احنا هنا أمام صناعة غالية جدا مكلفة جدا بل لا تحتمل خطأ. فكل صاحب خط ملاحي عايز على السفن بتاعته أفضل العناصر بغض النظر عن الجنسية. نعم. أنا عايز أقول لحياتك إن في الفلبين يمكن 15% من الدخل القومي للفلبين من العمالة البحرية. نعم. احنا نتمنى ان احنا عندنا شباب كتير قوي وشباب متميز وعندنا صح. القدرات، بس كل الحكاية برضو احنا عايزين مجهود شوية مع هيئة السلامة البحرية المصرية، ان احنا الاعتراف المتبادل مع الدول ومع بحيث يتيح للخريجين بتوعنا فعلا ان هم يروحوا يشتغلوا على هذه السفن، لان السوق المحلي جايز شوية محدود في المرحلة اللي فاتت، وشايفين اهتمام الدولة ببناء اعادة بناء الاسطول المصري، لكن الاسطول العالمي في امس الحاجة وفي عزوف من بعض الدول عن مثل هذه، فاحنا شبابنا اعتقد مؤهل لذلك. اسمح لي اسأل حضرتك سؤال فضولي، ما هو عمق التفكير في قناة السويس الجديدة ونحن بنتحدث عن النقل البحري وتجارة النقل البحري العالمية؟ قناة السويس الجديدة طبعا كان احد المشروعات يعني اللي احنا كلنا لابد ان نعترف ان احنا مشروع فعلا تم انجازه بشكل يعني يفوق ما كان يمكن ان يتصور، تم انجازه في وقت قياسي جدا. هذا المشروع النهاردة خلى السفن في خطوط الملاحة العالمية قدامنا بدائل للملاحة، ممكن في قناة السويس وممكن في من خلال جنوب افريقيا في اللي هو البحر الشمال والمحيط الشمالي، فدي كلها بتمثل تحديات امام قناة السويس. ما كانش من المعقول ابدا ان يستمر مدة الانتظار للعبور من قناة السويس بالساعات اللي هي كانت موجودة قبل كده. فانا اعتقد هذا المشروع اعاد لقناة السويس تاني حيويتها، وده مشروع احنا جايز بنستعجل شوية في العوائد. نعم. العائد الاقتصادي انا اعتقد مع تحرك السوق العالمي للملاحة اعتقد هيكون فيه مردود كبير جدا لهذا المشروع، وهو مشروع لابد ان نفتخر به يعني بدون اي يعني ما نخش في التفاصيل. ننتقل الى مرحلة تالية المين بريدج ونكمل بقية الحوار. مشاهدينا الكرام، بنكمل الجولة مع معالي الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. شعور حقيقي 100% وأنت داخل هذه المحاكاة وكأنك داخل السفينة. نحن هنا في محاكاة لميناء بورسعيد على الممشى الرئيسي للسفينة. حضرتك معالي الدكتور اوصف لنا يعني جغرافيا هذا المكان أيضا. طبعا يعني ده المحاكي الرئيسي لقيادة السفينة. نعم. وهو يحاكي تماما ما هو موجود على السفن العالمية. نعم. وممكن هنا على فكرة المحاكي مش مجرد ميناء بورسعيد، احنا ممكن نغير الميناء، نختار ميناء ما بين عندنا قاعدة بيانات لمجموعة كبيرة جدا من المواني حول العالم. نعم. بحيث الكابتن وهو بيتدرب هنا لو هو يعني عايز يدرب على ميناء معين، الدخول والخروج والكلام ده كله بيقدر يوفر له هذا. نعم. عايز اقول لحياتك ان احنا هنا بنبني المحاكي، هنا عندنا محاكي ليس فقط للمحاكاة ولا التدريب، لا ده كمان احنا ممكن بنيجي مثلا لو دولة عربية بصدد انشاء ميناء جديد. نعم. بناخد التصميم وبنحمله على هذا المحاكي ويبتدي نعمل كل التجارب المطلوبة على هذا المحاكي، وقد يتغير تصميم الميناء والأرصفة قبل إنشائها بسبب المحاكاة. فالمحاكاة علم وتدريب وكل شيء يعني في غاية الأهمية. نعم. المحاكي هنا زي ما حضرتك شايف ممكن نحاكي فيه كل التوقيتات، صباح ليل نهار، كل الأحوال الجوية، ارتفاع حالة الموج،
كل الكلام دوت طبعا، لان طبعا حياتك ممكن هنا بتلاقي الظروف اللي كابتن السفينه بيعمل فيها ظروف في منتهى القسوه. انا شايف بيحصل تغير لحاله الطقس ما بين مطر، يعني هذا محاكاه كامله لكل الظروف المناخيه اللي ممكن يمر بيها ضابط البحري. بالظبط. بس انا محتاج اسال مده التدريب، يعني كي احصل على رخصه او شهاده في هذا المكان بتدرب قد ايه؟ بتختلف من دوره لاخرى، لكن عايز اقول لحضرتك في المحاكي اللي احنا كنا فيه من لحظات، نعم، هذا المحاكي اللي هو بتاع الاوفشور 5 ايام تدريب في هذا المحاكي تكافئ 48 يوم ابحار معتمدين من السلطات البحريه المعتمده. فهنا المحاكي زي ما حضرتك شايف كل الاحوال الجويه، طبعا انت عارف قائد السفينه ممكن يتعرض لظروف قاسيه جدا في البحر، نعم، ظلام تام وامواج وانعدام رؤيه، كل شيء ممكن. فلابد هنا احنا بنعمل للكابتن بنحكي له على ايه المهمه اللي هيتدرب عليها، نعم، واثناء التدريب بكل لحظه وكل كلمه بيتكلموها وكل حركه بيعملوها بتسجل على اجهزه الحاسب، نعم، وبعد ما بيخلصوا التدريب بيقيم ويتقال له ايه اللي انت عملته وانت اخطأت انت، ويعاد له التدريب مرة اخرى. وهنا في كل انواع الاجهزة الالكترونية اللي موجودة في احدث سفن العالم. كان حصل مشكلة من فترة يمكن حضرتك تابعتها، انه احدى السفن التابعة لدولة ما كانت بتنقل متفجرات الى دولة اخرى، لكن عندما تم ضبط هذه القضية كانت السفينة تتبع لدولة ولكنها ترفع علم دولة اخرى. ما هو الفرق بين ملكية الدولة لسفينة ورفع علم الدولة على السفينة؟ هناك يعني فرق كبير جدا، وهناك مسؤولية على كل طرف، إنما ممكن سفينة تكون سفينة من أي دولة من دول العالم، سفينة من إنجلترا، من فرنسا، من السويد، وترفع علم بنما من خلال تسجيل، لأن في شروط للتسجيل، وفي يعني ده يعني علم كبير وموضوع طبعًا كبير جدا طبعًا. ونتمنى إن مصر برضو إن شاء الله تكون دولة علم بما يعني يتوافق مع مكانها الجغرافي المتميز وامكانياتها البحريه اللامحدوده. زي ما حضرتك شايف هنا دلوقتي اهو احنا بنقترب من الرصيف نفسه، نعم، فلازم بقى يبتدي يحصل كل الـ يعني الاستقرار الخاص بالسفينه، وايضا عمليه الاستقرار الخاصه بهذه الحلقه الشيقه والممتعه جدا وجوله عظيمه جدا داخل مكان بيمتلك مقومات عظيمه جدا. وحقيقي أنا فخور أنه دولة المقر هي مصر، ونتمنى أن احنا يبقى عندنا من هذه العمل المؤسسي وطريقة الإدارة وطريقة التعليم المختلفة أن تؤهل، قبل أن تؤهل أن تدرب وأن تضع في مثل هذه الأمور من المحاكيات. أنا ممتن جدا جدا بهذا الحوار، وبشكر حضرتك جزيل الشكر على أنه أتحت لنا الفرصة أن تكون ضيف عزيز في برنامج ابن مصر. أنا بشكر حضراتكم جدا على إتاحة هذه الفرصة ليا بشكل شخصي وللأكاديمية أن يلقى الضوء على فعلا مكان متميز، مكان صاحب بصمة، ومكان يعني فعلا له ريادة في صناعة في غاية الأهمية. أنا طبعا لو بتكلم على صناعة ما بقصدش صناعة التعليم والتدريب البحري بس، أنا بقصد صناعة الإنسان، اللي هو الإنسان اللي قادر فعلا على أنه هو يحدث التنمية ويحدث التطوير بشكل عام. تاني أنا ممتن لحضرتك لأن فعلا إلقاء الضوء على يعني على ما يجري في الأكاديمية من خلال هذا الحوار اللي جايز يكون يعني فعلا من الحوارات اللي أنا شخصيا استمتعت بيها، وإحنا كمان استمتعنا، وبشكر حضرتك جدا عليها وكل فريق العمل المعاون، وأتمنى يعني إن شاء الله يعني يكون لنا لقاءات مستمرة بإذن الله. إحنا الأكثر امتنانا وسعادة، لأن إحنا بيبقى عندنا قدر كبير جدا من الطاقة الإيجابية لما بنقابل نماذج مشرفة ومضيئة مش بس في مصر ولكن في الإقليم العربي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله. دائما نسعد بلقاءات مع معالي الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من داخل هذه السفينة ومن أمام ميناء بورسعيد. هذا إليكم مصطفى المنشاوي، تحياتي.